النساء اللائي معرضنا من جراء دخول أجهزة الأمن في ديارهم، واللي مسكت قلبها واللي ما هبلت واللي اختل التوازن نتاعها. هذه كان كثير الناس ما يعرفوهاش. ديار تاع المسلمين راهي فيها من المشاكل هي نتيجة ماذا؟ هذا التهديد. المرأة اليوم تبات هنا وغتوها تبات هنا وخوها يبات لهيه وعمتها تبات لهيه وجدها يبات لهيه من الخوف الذي أدخلوه في قلب. هذه اسمها دولة الإرهاب، دولة الإرهاب التي كان على رأسها المخابرات. اليوم يجيوا بعض الناس قريب راح يطيحوا على الدولة، يطيحوا على الجماعة نتاع بوتفليقة ونحى المخابرات، كأن المخابرات هذه كانت بريئة ما دارت والو. لا، نحن الاثنين معا، هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء. وكي نديروا الميزان نجد أن هؤلاء كانوا أكثر من هؤلاء. لابد الإنسان لازم يكون واقع وعارف. ولذلك نحن حتى لا نظلم أحد، الجنرالات الذين نزعوا وتنحاوا، نقولوا بأن عصابة تاع بوتفليقة، لأن القرارات هذه ما يديرهاش بوتفليقة، العصابة اللي دايرة بها. وهذه العصابة عندها ارتباطات بفرنسا. نعم، عندها ارتباطات بفرنسا. نحن نقول ما دام سكتت عليهم، النظام سكت عليهم، فهو شريك في الجريمة. لا بد أن يحولهم إلى ماذا؟ إلى محاكمة. مش تقول لهم روحوا حتى يعرف كل ذي حق حقه. نسمع سعيداني يقول لا بد من فرنسا تعوضنا، وهذه كلمة إعلامية ما عندها حتى حاجة. لما جاء دبري، مش دبري جاء لهنا ولا لا؟ اللي دار قانون تمجيد الاستعمار في 2005 في البرلمان، من الذي استقبله في البرلمان؟ سعيداني هذا بذاته لم يطرد. انت تلاقيت مع دوبري اللي دار قانون تجريم الاستعمار، واليوم تجي لنا باش تخلع الناس باللي هاو سعيداني قال بانها نجرم الاستعمار، وانت تاكل معاهم وتشرب معاهم وتمشي عندهم. وتكذب على من؟ تكذب على من؟ وهذه المرة اللي فات يخطب في ندوة صحفية، واش يقول؟ يقول اللي تجاوز في حقنا نتجاوزوا في حقه، ما لا نقول لك احنا أيضا. انتم ماشي تجاوزتوا في حقنا، لو كان تجاوزتوا في حقنا نسمحوا لكم، انتم تجاوزتوا في حق هوية أمة ودين أمة وأخلاق أمة وتشريع أمة، تجاوزتوا في حقه. وحكمتم في الأمة غير كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس أئمة قتلتوهم وبيوت شردتوهم، وانت كنت واحد من الباتريوت. واليوم تجي تقول للناس ان دولة مدنية، دولة مدنية تأتي منك انت؟ ابدا. علاش نقول؟ لو كان راهم فعلا هذا النظام حب نخرجوا البلاد، قال انا نحي المخابرات وحبيت الدولة تاع قانون، لو كانوا فعلا عندهم مصداقية وصادقين، كان المبادرة لا تكون باسم سعيداني، وإنما تكون باسم رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية تعلن بعقد مؤتمر شامل يجمع كل الأطراف وبغير شروط مسبقة، نجيب شخصيات مستقلة، شخصيات سياسية تاريخية مستقلة، هدفها هي أن تجمع وأن نخلص بقواسم مشتركة، ثم بعد ذلك نذهب إلى دستور من هيئة تأسيسية، ونذهب بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى انتخابات متزامنة رئاسية وبلدية وتشريعية في نفس الوقت. هذا إذا كان. لماذا يرفضون هيئة انتخابية مستقلة؟ علاه؟ يقول لك لا، الانتخابات تشرف عليها وزارة الداخلية، يعني الإدارة. أراكم تشوفوا الآن في حركة التصفية، عملية تصفية بقايا المخابرات اللي موجودين في المؤسسات ينحوا فيهم ويجيبوا واحد أخرين. نعم، باش يزكيهم لمواعيد انتخابية أخرى. الإدارة يعرفوا
بأن تجويد الانتخابات يكون عن طريق الإدارة. نبدلوا هذه الإدارة، ولذلك الحكم لم ينتقل من الجنرالات إلى دولة مدنية، انتقل من جنرالات كانت لهم خصومة مع رئيس الجمهورية إلى جنرالات كانوا يوالون والأمانة رئيس الجمهورية. فهي من جنرالات إلى جنرالات، هذو جنرالات الموالاة وهذو جنرالات المعاداة، ولا سميهم ما شئت. إذا ما خرجناش من الصراع، لم نخرج من الصراع.